ثمنها زوين هادي ديال البالية. هاي بنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هاد الفيديو البنات غيكون متنوع، علاش؟ حيت غنبارطاجي معكم المنتوجات ديالي اللي جربت اللي عزيزه عليا واللي غنعاود نشريها، والمنتوجات اللي ما غاديش نعاود نشريها اللي ضيعت فيها فلوسي، هكا نتوما تستافدوا مني. وميم طون لي برودوي اللي شفتوها ما غتلاقش لكم حتى نتوما ما تاخذوهاش. تبعوا معايا الفيديو. دونك بنات، فاش كنقولوا الوجه كنقولوا جي نيتوايون او اكرون سولير. بالنسبه لي انا حاليا كنستعمل هاد لو جي نيتوايون، صراحه قاضي الغرض، يعني ماشي شي ماركه اللي زوينه، سميتو فيسوان، ولكن صراحه بارابور الثمن كاين محسن. 110 درهم كيدير، كيصلح لابو غاز هاد الصفر، كيصلح جو. هي ليكرون سولير، انا حاليا كنستعمل دايلونغ، صراحه احسن اكرون استعملت بزاف ديال لي زيكرون، مي ماشي بحال دايلونغ. علاش؟ حيت دايلونغ البنات ما كتحتاجيش تاخدي مرطب، فيها ترطيب عميق، او ميم طون فيها حمايه عاليه، وحتى الحجم ديالها كبير. بالنسبه للثمن البنات كدير 210 درهم 220 درهم، بارابور الحجم ديالها تستاهل البنات، حتى ليدغاتاسيون ديالها زوين، ما تحتاجيش تاخدي مرطب. هادي انا جولا مزيل الماكياج اللي ما نقدرش نبدلو، هو هذا ديال غارنيير، شوفوا بقى فيه شويه، خصني نمشي ناخذو. عندي كان عندي الكبير ديالو، هذا الصغير ديالو خديته غير باش نديباني بيه، صراحه ما نقدرش نبدلو. علاش؟ ثمنه رخيص، هذا داير 25 درهم الصغير، والكبيره واقيلا دايره 50 درهم ولا مع 60 درهم. هذا البنات كيحيد لكم الماكياج من الاعماق ديال البشر ديالكم، وما كيديرش لكم الحساسيه في الوجه، وما كينوطش لكم الحبوب، والثمن ديالو زوين. هذا خذوه بعينكم مغمضين. دابا بنات غندوزو ليطاش اللي كيكونوا عندنا في الوجه، اولا في البيطان ديالنا، اولا ما بين الفخاد ديالنا. اي بنت كتعاني من هذا المشكل اولا في هذه البلايصه البنات، هذا البرودوي ديال الاورديناري من لي ميور برودوي اللي قدروا يهنيوك من الزروكيه في بلايص المناطق الحساسه، ماشي من الداخل، يعني خصو غير يكون اوريجينال. اوريجينال كيكون لونه بحال باج، ماشي صفر، ماشي بحال جافيل، كيكون ديالو اللون ديالو بحال باج، شتو بحال هكا كيكون اللون ديالو بحال بلون كاسي. هذا البنات واعر ليطاش اللي في العنق، اللي في البيطان، اي حاجه البنات في مكت مشوطه ديري ليا هذا مره في السيمانه وردي عليا. الناس اللي باغين ياخذوا اكرون سونسيليس، انا البنات غنجيكم من الاخر، ما غاديش نكذب عليكم، انا بيضه بلقه ياكم سونسيليس تانتي، انا ما جاتش معايا بمره. شوفوا البنات لا كولور لا علاقه ليها بلا بو ديالي، دابا راه واخا تبان لكم كتابسورب دغيا بلا بو ديالي وزعما كتبلاندا، مي انا صراحه جاني واحد الفرق شاسع ما بينها وما بين لا بو ديالي. صراحه كتطلق هذه البنات القمحيات اولا السمرات، هذه غتجي معاكم تانتي ديال سونسيليس واعره، يعني بالنسبه لكم هذه انا كنت خديتها ليا، صدقت عاطيها لماما كديرها البنات، وقيلة 250 درهم ولا ما عرفت 230 درهم، صراحه غاليه شويه، ولكن البنات كتحمي 50%، يعني 50 اس بي اف. وصراحه انا ما جاتش معايا حيت انا بيضه، يعني البنات البيضات ما تاخذوهاش، خذوا الانفيزيبل ولا خذوا هذه اللي وريتكم. بالنسبه للكوغ ديالي دونك بنات، بالنسبه للمرطبات ديال الجسم كنستعمل هذا، كنستعمله في الجسم ديالي، كنستعمله في الوصفات، مبيض ومرطب، يعني كيبيض وكيرطب لينا الجسم ديالنا، هو هذا البنات ديال الجليسيرين الجليسيرين سميتو فيني ولا فاني، كل واحد كيفاش كينطقو. صراحه زوين، الثمن ديالو واقيلا البنات 40 درهم مع 30 درهم، والله ما بقيت عاقل من الثمن ديالو، مناسب. البرودوي اللي كيعطيكم نتائج بسرعه باش تحيدوا ليا دوك الحبوب اللي كيكون في الوجه، هو هذا ديال غارنيي سميتو سكين اكتيف. هذا البنات فيست كلير، فيست كلير، هذا البنات زوين بزاف. علاش البنات؟ كيعطيكم نتيجه سريعه، كيحيد لكم الحبوب بواحد السرعه خياليه. البنات اللي عندهم الحبوب يعني هنايا بزاف، يعني كتلقاو عندها داكشي منفط هنا، كنصحكم به صراحه، كيسحبوا ليا كيكذبوا، صراحه زوين، حيت انا كان فيا الحبوب ماشي هذه غير ديال لا بيريود، كان فيا هنا كان فيا هنا كان فيا هنا، هذا حيد ليا الحبوب بواحد السرعه اللي ما يمكنش البنات في ظرف سيمانه غتلقاو نتيجه اللي واعره واعره. والثمن ديالو 80 درهم. رابع برودوي ولا ما نعرف خامس برودوي ما عرفتش فين وصلت، هي لاسبيرولين. لاسبيرولين واحد الكومبليمون اليمونتير اللي بزاف البنات ما كيعرفوش، انا غنقول لكم هذا الكومبليمون اليمونتير البنات كيعطيكم لينيرجي، كيعطيكم
كتحسي براسك صحيحه، كيقوي الشعر، كيقوي الضفران، كيعطي للشعر ديالك واحد لابغيونس اللي واعره بزاف الصراحه، وما كيخليك اكتيف النهار كامل. يعني الا كنتي كتحسي بالسخفه خديه، كيدير 150 درهم في لي باغا فارماسي، سميتها لاسبيرولين. بالنسبه للبنات من ورا الدوش كنستعمل هاد البديل ديال الزيت، صراحه زوين، وحتى السيروم ديالو زوين، السيروم واعر للاجسام ديال 100 وشي حاجه خطيره البنات، حتى هو خدوه غيعجبكم بزاف بزاف بزاف، كيخلي ريحه زوينه وكيدير الترطيب واعر. هذا كنديرو الا مشيت لابيسين، الا مشيت للبحر بحال هكا البنات، كنحمي الشعر ديالي، كيدير 30 درهم الصغير، الكبير كيدير 60 درهم ولا 70 درهم. اجي عندي دابا اختي، وصلنا لواحد المرحله اللي مهمه، لي برودوي ديال العرق. هذه ديال بيم سميتها شيلا، هذه اصلا هي ريحه العرق. الا بغيتي تجبدي العرق ولا بغيتي تخنازي ولا بغيتي من هنا، هاد شيلا كتخنز وكتخرج لك العرق، ما زويناش. واخا ديريها وانت يلاه دوشتي خرجتي، غادي ديريها اون فوا غديريها انت، الا درتيها دايره ما عرفتش بشي 10 دراهم. صراحه ريحتها واعره فاش كتشميها تما، كاين كتحمقك ريحتها، ولكن الصراحه ما كتبقاش وكتخنس. جبت لكم بديل احسن واحسن ديودورون استعملتها في حياتي، وما ندمتش علاش شريتها، ثمنها زوين. هادي ديال باليا، غنقول لكم علاش. الالومنيوم هو اللي كيسبب لينا سرطان الجلد اولا امراض الجلديه. ها هو البنات، زيرو الومنيوم، كيبقى 48 ساعه غير، هو خصك ديريها ليا انت يلا خارجه من الدوش. الا كنتي درتي اي ديودورون ماشي بالضروري هذا، بحال كتزيدي خنز فوق خنز، اللهم غسلي عاد باش ديري ليا ديودورون ديالك. حتى ديال نيفيا زوينين، ولكن دابا حنا مقاطعه اختي ديال نيفيا كنستعمل غير بالي. دونك بنات هادو هما لي برودوي اللي كيعجبوني، وحتى اللي ما كيعجبونيش راه وريتهم لكم. فوالا حاليا هادو هما لي برودوي اللي كنستعمل، جاوا شي برودوي جداد.